اخويا هنا الساكنه كاملين الناس محترمين راسهم، جا واحد الاخوان كيخربوا فهاد الملك ديال البنادم، وداروا واحد تصرفات استبيانيه الصراحه. راه هادشي اللي داروا فيه ما كيبغي لي ربي لا عبد، حيت هادشي ديال الاولتراس يعني خاصك تشجع الجمهور يشجع الفريق، ماشي يخرب ممتلكات الغير. الجماهير ماشي كتشجع كره ولا شي حاجه، هادو كيبغيو التخريب وسميتو، حيت الجمهور الحقيقي هو كيشجع الفرقه ديالو، كيبغيها من القلب، كيشجعها وكيدير خدمه نقيه، وماشي حيت دابا انسان عساس وهادي ما يمكنش غادي تخرب لي هذاك الشيء كامل على والو. كاين التعصب ديما، ماشي راه دابا شي 3 ايام وما بحال ما هكا كيجيب واحد التعصبيه الصراحه، راه كيجيو كيهرسوا كيدقدقوا، كاين اللي كيجيو كيلقاو كيضربوه، هادشي راه غير منطقي. شي زاد من بعد الجمال محسوبه على الوداد، انا الدرب كامل تهرس، يعني عشنا واحد الرعب، رعب الساكنه تخلعوا السيوفة المقاطع، قال لك شي قال لك عامر بليسانس، شي كيهرسوا الطوموبيلات، داك العساس قال لك هرب هو ولده شي روح عليه بوطا، شي دراري كاك هنا تما ولا الدار مجمعين ولا هربوا، قال لك يعني واحد تنقول لك حاله يرثى لها. هادشي كامل هادشي لا يمس بالرياده، فهمتي الرياده ماشي بحال ما هكا، هادو محسوبين على الجماهير، ولكن الجماهير ما تديرش بحال ما هكا، الجماهير كتشجع في التيران، يعني الكرة ماشي كتهرس الطوموبيلات، كترعب الساكنة، ديرها حرب، حرب ديال العصابات، ديرها عصابات منظمة. جاو في المرة شي أخرى، قال لك شي مرة أخرى قبل من هذه بشي 3 أيام ولا 4 أيام، هي الثالثة قال لك، يعني ما هرسوا شي حاجة قليلة لتحت، اليوم راه قال لك راه حالة يعني يرثى لها، يعني كما كتشوفها أنت السيارات كاملين فوق 40 طوموبيل ولا 50 كلها تهرسات، يعني عشنا واحد أش نقول لك، الساكنة تخلعوا ما عرفوا شنو هو، واش هذا حرب، واش ما عرفوا شنو هو، ما فهمتي. تندوف هذيك اناسي، ولكن كان ملقب تندوف، ولكن كتشوف اخويا انت حاله يرثى لها بزاف، هادشي ما عمرش ما كانش، هادشي ما كانش. هاد العام هذا ديال المره الثالثه كيجيو دابا بحال ما هكا، شي واحدين محسوبين على قال لك على الجماهير، ما عاد قال لك العساس اللي ما كيعاود قال لك ما خلاهمش يحتفلوا. الجماهير ديال الفريق ديال الفريقين هادشي تيقول راه قال لك الوداد والرجاء راه بحال بحال هما ساكنه وحده، ولكن هادشي ما فهمناش ليه حنايا. على ما فهمت انا قالك العساسه ودي ما خلاناش الجماهير ديال الوداد تحتفل 51 ومع 52 ولا شنو جو وراه اكثر من 40 طوموبيل ولا 50 طوموبيل، اكثر من 40 طوموبيل ولا 50 طوموبيل تهرسات، يعني باركين كامل من راس حتى الراس، من راس حتى الراس، ما بقاش سياره حتى الماطر، حتى من هذيك الكاريطه ولا البريكه ديال العساسه هي تهرسات. وهذا الشيء راه كله تصفيه ديال الحسابات بين واحد الاشخاص اللي هاد الناس ديال الدرب هذا ما عندهم بهم حتى شي علاقه، هاد الناس اللي تهرسوا لهم السيارات ديالهم ما عندهم حتى شي علاقه بهاد العصابه الاجراميه ولا بهاد الناس هادو، فهادو تصفيه حسابات بين هاد الناس هادو، وكنطالبوا من الامن ومن العداله تاخذ حق هاد الناس هادو اللي تهرسوا لهم السيارات ديالهم والممتلكات ديالهم، كذلك ومثال هاد العس هاد 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 الحارس الليلي اللي تعرض لواحد الهجوم اللي ماشي اول مره، ثاني مره هو كيتعرض لهجوم من طرف هاد العصابات، واللي كانوا باغيين يحرقوا ليه المكان ديالو فاش كيبات، كانوا باغيين يحرقوا ليه، كذلك كانوا باغيين يحرقوا هذوك الدراجات الناريه، وكنطالبوا من يعني من الامن يكون في هاد الحي هذا، تكون ديما دوريات امنيه تجي تكونترولي هاد الدرب وتراقب وتشد هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الافعال الاجراميه هذه اللي ما كترضيناش حنا كمواطنين وكساكنه ديال هاد الحي هذا. وشكرا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.